أهلا بكم إلى اليمنية، والتي نضيف إليها اليوم استثنائيا أخبار الانتخابات التركية. إلى العناوين: مع احتدام المواجهات الحدودية، السعودية تكثف غاراتها على صنعاء وسقوط أكثر من 300 بين قتيل وجريح خلال يومين. هذه الحرب السعودية الأمريكية على اليمن ستكون وستشكل عاملا قويا جدا في رسم الصورة المستقبلية للمنطقة. السيد نصر الله يحذر من فرض تسوية مجحفة على الشعب اليمني، ويقول إن السعودية تقوم بتدمير مقومات البلاد. انتخابات تركية مفصلية قد تفضي إلى نظام رئاسي، والصوت الكردي يلعب الدور الحاسم. أهلا بكم. سيطر مقاتلو المقاومة اللبنانية على مرتفعات مثلث حرف دبول وقرنة التنور جنوب شرق جرود عرسال، التي تشرف على سلسلة أودية في جرود عرسال، وسط حالات فرار جماعي لمسلحي النصرة بحسب مراسلنا. حزب الله والجيش السوري كانا قد سيطرا على كامل جرود خليطة بعد السيطرة على تلة صدر البستان الشمالية والتلال المحيطة بها. استعاد الجيش السوري السيطرة على قرية المجبل جنوب شرق الحسكة ويتقدم نحو الدودية وفق ما أفادت مراسلتنا. الجيش السوري كان قد استعاد مبنى معهد تأهيل الأحداث ومحطة الكهرباء في ريف الحسكة بعد معارك عنيفة مع داعش، كما استعادت وحدات الحماية الكردية السيطرة على قريتي الجسوم وسواديا غرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة. إلى العراق، حيث أفاد مراسلنا بفرض الحشد الشعبي والقوات الأمنية السيطرة العسكرية الكاملة على بيجي شمال تكريت. هذا وأعلن الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري انطلاق عمليات تحرير ناظم التقسيم في محافظة الأنبار من محورين، مؤكدا أن القوات العراقية تبعد 500 متر عن الناظم. استشهد 15 عراقيا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت مطعما في منطقة بلدروز شمال العاصمة العراقية. الهجوم تبناه تنظيم داعش ووقع وسط تجمع لسائقي الشاحنات المخصصة لنقل البضائع بين بغداد وكردستان. طائرات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد استهدفت ليلا موقع فلسطين العسكرية التابع لكتائب القسام شمال شرق قطاع غزة وفق ما أفادت مراسلتنا. ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد انفجار صاروخ في منطقة عسقلان من دون تسجيل إصابات. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة. استشهد 44 يمنيا وجرح 180 في استهداف طائرات التحالف السعودي مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في التحرير بالعاصمة صنعاء، كما سجلت غارات عنيفة على معسكر التطوير في صرف شمال العاصمة. وفي شمال مدينة عدن كثفت طائرات التحالف غاراتها الجوية
وكانت غارات يوم أمس على صعدة وحجة وصنعاء قد أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 100 يمني. في ظل الحديث عن هدنة إنسانية جديدة في اليمن وقبيل انعقاد محادثات السلام في جنيف بين الأطراف الأزمة اليمنية، تتواصل الغارات السعودية على مختلف المناطق اليمنية. غارات استهدفت مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالتحرير في العاصمة صنعاء وأوقعت أكثر من 200 شهيد وجريح. كما سجلت غارات عنيفة على معسكر التطوير بصرف شمال العاصمة. غارات استهدفت أيضا مخيما للنازحين في حجة. الثورة الثالث ولا أسمعني الله وطائر تلوي وصاروخ الأول وضرب تروح في الركن حق القيادة في جنب النوب لفت لفت ثاني وضرب ثاني فطرف القيادة من الجهة الجنوبية ولفت وضرب بعدها وصل القيادة داخل في المبنى الكبير. المشهد الأمني هذا انسحب على لحج التي تعرضت لسلسلة غارات واستهداف باص للنقل العام قرب مدينة الفيصل، وإلى عدن حيث كثفت طائرة التحالف غاراتها الجوية مستهدفة مناطق التماس والمواجهات شمال المدينة، حيث قصفت المساحة والمنطقة الصحراوية الواقعة بين حي العريش شمال مطار عدن الدولي حتى منطقة صلاح الدين ورأس عمران إلى الغرب من مدينة البريقة. ترافق ذلك مع مواجهات متقطعة على الأرض بين الجيش اليمني من جهة وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، خصوصا في مزارع جعولة وبئر فضل والحسوة وصلاح الدين. وقد تمكن أنصار هادي من الدخول إلى منطقة الصعيد في محافظة شبوة. المعارك العنيفة تواصلت في محافظة الضالع وتحديدا على الأطراف الشمالية القريبة من مدينة قعطبة وامتدت باتجاه قرى حجر والبجح. هذه المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين. وعن كل جديد في اليمن سواء المتعلق بالغارات أم حتى الاشتباكات والواقع على الأرض، معنا من العاصمة اليمنية صنعاء مدير مكتب الميادين هناك أحمد عبد الرحمن. تفضل أحمد. نعم علاء، هنا في صنعاء لم تسجل غارات جديدة منذ 3 ساعات تقريبا بعد غارات كانت قد استهدفت جبل عطان، وأيضا الغارات التي استهدفت مقر في القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا ما بين شهداء وجرحى من الجنود الذين كانوا يتواجدون في مقر القيادة، وأيضا من المواطنين الذين كانوا في منازلهم الواقعة في محيط مقر القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية. أيضا هذه الغارة أدت إلى تدمير العديد من المنازل وسقوط هذه المنازل على رؤوس ساكنيها، واستمرت عمليات انتشال الضحايا من تحت الأسقاط لساعات طويلة. على كل علا هذا الأمر تسبب بضغط كبير على المستشفيات اليمنية التي هي في الأساس تعاني من نقص حاد في الأدوية وأيضا في مواد الإسعافات الأولية وأيضا في الطواقم الطبية التي منها من نزح إلى خارج اليمن، وهنا أتحدث عن الطواقم الطبية الأجنبية، وبالنسبة أيضا للطواقم الطبية اليمنية التي بعضهم غادر إلى المناطق إلى مناطقهم وقراهم في البعيدة من العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتالي هذا شكل ضغطا كبيرا على المستشفيات وفي ظل ازدياد أعداد الضحايا بشكل يومي وكبير سواء هنا في صنعاء أو في المحافظات الأخرى التي تتعرض لقصف يومي بشكل كبير كما حدث في محافظة حجة وتحديدا منطقة بكيل المير التي تعرضت لقصف عنيف ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة. اليوم الأرقام تتحدث عن ارتفاع أعداد الضحايا في حجة إلى 59 شهيدا وأكثر من 80 مصابا في الغارات التي استهدفت هذه المنطقة خلال اليومين الماضيين. أيضا في صعدة علا يستمر القصف المدفعي والصاروخي وأيضا الجوي على العديد من المناطق في محافظة صعدة وتحديدا المناطق الحدودية. المعلومات الأخيرة تتحدث عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بقصف سعودي استهدف مديرية سحار في صعدة. أيضا على الحدود اليمنية السعودية المعلومات تتحدث عن استمرار الغارات أو استمرار القصف المتبادل المدفعي والصاروخي من الجانبين. أيضا المصادر العسكرية في وزارة الدفاع اليمنية تحدثت للميادين عن تمكن الجيش اليمني من مواصلة قصف العديد من المواقع السعودية
في منطقتي جيزان ونجران. أيضا الآن هناك معلومات جديدة تتحدث عن غارات سعودية استهدفت قاعدة العند في محافظة لحج الجنوبية. عمران اليوم أيضا استهدفت بالعديد من الغارات وتحديدا منطقة الهاجر في السواد في مديرية العشا. أيضا في تعز علا تستمر المواجهات المتقطعة بين الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية التابعة لأنصار الله والمسلحين الذين يتبعون حزب الإصلاح ويطلقون على أنفسهم بالمقاومة الشعبية. هذه المواجهات مستمرة في العديد من الأحياء أحياء المدينة. هناك أيضا من المدنيين سقطوا نتيجة هذه الاشتباكات المتواصلة وأيضا استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية في المواجهات التي تدور في مدينة تعز وسط اليمن. أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في اليمن كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الميادين التقت عددا من جرح الغارات على مقر القيادة العسكرية في صنعاء. احنا في القنابل في التحرير بالقيادة، شارع القيادة الساعة 1:30 مساء بالليل، نص منتصف الليل، ما زهدنا إلا على الضربة من جهة جولة الحرية اللي على مطلع على شارع القيادة. خرجنا العين جانا عين الانفجار، خرجنا مخرج جانا العسكر نشرناهم، والضربة الثانية جاءت في الوسط اللي دامت العسكر واللي انفجار عنيف. أول ما احنا راقدين في العبر راقدين تجي 50 نفر، سمعنا الصاروخ لا وصل عنبر، هربنا سل البوابة، من سل البوابة عاد ودوا لنا صاروخ، وكلهم بلاش للسعودية، ولا تقول كأن الدب بلاش لابو سعود. هذا قتلوا جهالنا، قتلوا عيالنا، أحرقوا جهالي 3 جهال بالطائرات. ليش بيفعلوا بنا هكذا أهل سعود؟ ليش بيبكونا؟ بيت ما في ما, 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 ما هو بيبكي منهم، بيت ما هو سالي، بيت حزين، كل العرب حزينين من علينا. ليش بيفعلوا بنا هكذا الأمم المتحدة وأهل سعود هذا؟ وعن الأوضاع في المناطق الجنوبية ينضم إلينا من عدن الصحفي عبد الخالق الحوض ليعطينا المزيد من التفاصيل والمعلومات. تفضل عبد الخالق. نعم هنا، مع استئناف طائرات التحالف في غاراتها الجوية مستهدفة مناطق التماس في محافظة عدن تحديدا حي المنصورة وأيضا منطقة صلاح الدين باتجاه مدينة البريقة إلى الغرب من عدن، تتواصل الاشتباكات العنيفة على الأرض. قبل قليل سمعنا صواريخ الكاتيوشا تطلق بوضوح إلى الشمال من حي التقدية، لا نعلم من أطلق هذه الصواريخ، لكن مناطق التماس هي على حدود الاشتباكات بين الطرفين، الفاصل بينهما فقط أقل من 2 كيلومترين، فالمواجهات هي اشتباكات مباشرة والتحام مباشر بين الطرفين. هذا الالتحام يتم على الشريط الممتد من مدينة البريقة إلى الغرب من عدن حتى شمال مطار عدن الدولي باتجاه مدينة فور مكسر. هذه المناطق التماس تشهد اشتباكات متواصلة منذ أكثر من 3 أيام، يحاول الجيش من خلالها التوغل باتجاه مدينة عدن، تتصدى له المقاومة الجنوبية بمساندة من طائرات التحالف التي غارت اليوم بشكل كثيف على مناطق التماس، أطلقت أكثر من 17 صاروخا شوهدت منذ الصباح في تلك المناطق. أيضا غارت طائرات التحالف غارت أيضا على منطقة الضالع بالتحديد مدينة قعطبة وسماح قبل قليل، أيضا أغارت طائرات التحالف اليوم على مناطق باتجاه قاعدة العند الجوية، أكثر من 4 غارات جوية استهدفت قاعدة العند الجوية. أيضا علا يتحدث السكان هنا في عدن عن وصول قذائف الهون إلى مناطق سكنية تحديدا منطقة صلاح الدين الواقع إلى الشمال أو إلى الغرب من مدينة البريقة، وكذلك وقعت قبل قليل أيضا قذيفة هون في حرم كلية الحقوق في مدينة الشعب في محافظة عدن أدت إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر له. عبد الخالق الحوض الصحفي كنت معنا من عدن عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
وفي المناطق الحدودية الشمالية استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بخمسة صواريخ شركة أرامكو السعودية، كما أطلق الجانبان 18 صاروخا على موقعي علب والعش العسكريين في ظهران الجنوب بالسعودية، بحسب مراسلنا. مصدر عسكري يمني كان قد أفاد بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي وتدمير دبابتين وآلية باستهداف جبل دخان الحدودي، كما جرى تدمير آليتين عسكريتين وإعطاب جرافة في موقع تويلق السعودي. ومن العاصمة اليمنية ينضم إلينا عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله السيد محمد البخيتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد في النشرة اليمنية. يعني السؤال الأول سيكون اليوم هناك تصعيد سعودي خلال هذين اليومين الماضيين في ظل طبعا الحديث عن هدنة إنسانية جديدة في اليمن، وأيضا قبيل انعقاد محادثات السلام في جنيف بين أطراف الأزمة اليمنية، كيف تفسرون هذا التصعيد الجنوني السعودي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التصعيد هو في النهاية غالبا يتم ضد المدنيين وضد المنشآت المدنية، وهذا يعبر عن إفلاس هذا العدوان، حيث أنه الآن يتوسع في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. وطبعا ردة الفعل هذه هي نتيجة للخسائر المتلاحقة التي تطالة على الحدود على يد الجيش اليمني وكذلك اللجان الشعبية. وكان يفترض بهذا الجيش لو أنه يحترم نفسه أن يواجه مواجهة مشرفة، لأنه استهداف المدنيين يعني ليست من الأخلاق لا العربية ولا الدينية، ولكن على أي حال هذا عدوان بهذه الأخلاق وبهذا السوء، والشعب اليمني أمام تحدي كبير وسيواجهه إن شاء الله. طيب سأبقى وإياك سيد محمد بالموضوع العسكري. كان بالأمس هناك استخدام لصاروخ سكود، أود منك أن نعرف الرسائل من خلال استخدام صاروخ سكود، ماذا أردتم أن تفهموا السعودية؟ طبعا من البداية كان الجيش اليمني وكذلك اللجان الشعبية كانوا قادرين على استخدام مثل هذه الأسلحة من بداية المعركة وأيضا الرد من البداية، ولكن المتابع يعرف بأننا قد توقفنا 40 يوم في ظل هذا العدوان ولم نرد على هذا العدوان، وبدأ الرد من بعد 40 يوما وبشكل متدرج، أي أنها إن الرد لم نستخدم حتى الآن كل طاقتنا وقوتنا على أرض المعركة. وهذا التدرج أول في البداية الصبر ومن ثم الرد التدريجي الهدف من إرسال رسائل إلى الدول المعادية وخصوصا السعودية بأن عليها أن تراجع عدوانها وأن تراجع موقفها. طيب ولكن توقيت قبيل لكن توقيت سكود قبيل انعقاد محادثات السلام في جنيف، هذا هو الملاحظ، لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ لا ليس له علاقة بمؤتمر جنيف، ولكن له علاقة بالرد المتدرج، وهذا الشيء معروف ولا زال الجيش لا يعني تريدون الذهاب الى جنيف بشكل تريدون الذهاب الى جنيف بشكل قوي ويعني لديكم اوراق قوية، من هنا جاء استخدام سكود؟ هذا الشيء طبيعي. نعم طبعا يعني الآن كل القوى السياسية المعارضة لهذا العدوان هي ستذهب إلى جنيف من منطلق قوة، سواء على الأرض داخل اليمن أو على الحدود اليمنية السعودية، وهذا الشيء وهذا الموقف يتزايد يوما بعد يوم، وهذا هو يفسر هذا الرد الهستيري من قبل هذا العدوان تجاه المدنيين. طيب سيد محمد، اليوم كان هناك لقاءات لأنصار الله مع شخصيات أمريكية، كان هناك لقاءات مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أيضا هناك اليوم وفد من حركة أنصار الله موجود في موسكو، إذا أمكن أن نعرف منك ماذا يجري حاليا في موسكو وكل جديد حول يعني هذه اللقاءات حتى الساعة، بماذا خرجت؟ أولا ليس هناك أي لقاءات بين
ممثلين أنصار الله وأي مسؤول أمريكي. هذه مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. ولكن كان هناك بالفعل لقاءات تشاورية في عمان وبوساطة عمانية من أجل وقف العدوان، ولكن أنا ليس عندي تفاصيل حتى الآن ما تم التوصل إليه، وأيضا ليس عندي أي معلومات الآن حول ما تم الاتفاق عليها والتوصل إليه من زيارة وفد أنصار الله إلى موسكو. طيب ابقى معي لو سمحت سيد محمد، سنتابع وإياك هذه الأخبار وأعود إليك. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الحرب على اليمن ستكون عاملا مؤثرا في تغيير خريطة المنطقة. كلام نصر الله جاء خلال كلمة له عبر الفيديو في مؤتمر تضامني مع اليمن في قم الإيرانية. هذه الحرب السعودية الأمريكية على اليمن ستكون وستشكل عاملا قويا جدا في رسم الصورة المستقبلية للمنطقة، إما بما يخدم مصالح الاستكبار العالمي والطواغيت أو بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وينسجم مع رغباتهم وإراداتهم. ولذلك هذه الحرب يجب أن تعنينا جميعا، سواء من خلال المنطلقات والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والأخوية، أو من خلال المصير الذي ستواجهه جميع شعوب المنطقة على ضوء نتائج هذه الحرب. السيد حسن نصر الله قال إن السعودية سخرت أضخم ماكينة إعلامية في العالم من أجل تضليل المشهد اليمني وتحويل الظالم إلى مظلوم والشعب اليمني إلى مجرم قاتل. الوقاحة وصلت بالسعودية وإعلامها وإعلام من معها أن تدعي حماية الشعب اليمني وهي تقتل النساء والأطفال والصغار والكبار وتسحق عظامهم. الوقاحة وصلت أن تدعي أنها تحافظ على اليمن وهي تدمر كل ما في اليمن من تاريخ وحضارة وبنية تحتية ومقومات حياة، وأن تدعي أنها تريد تحقيق إرادة الشعب اليمني وهي لن تبقي شعبا يمنيا لتبقى له إرادة من خلال مجازرها وحربها العشوائية المدمرة. الأمين العام لحزب الله أكد أن اليمن يحتاج في الوقت الحالي إلى دعم سياسي في المنتديات الدولية حتى لا يفرض عليه حل ليس في صالح شعبه. إنما يحتاجه اليمن وشعبه اليوم هو الدعم الصادق بكل أشكاله وأنواعه، بحاجة إلى قول الحقيقة للعالم عما يجري من عدوان بسبب التضليل الإعلامي الهائل. الشعب اليمني بحاجة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي في الساحة الدولية حتى لا تفرض عليه حلول لا تنسجم مع مصالحه وتضحياته الجسام. الشعب اليمني بحاجة إلى الدعم الإنساني لكسر الحصار الظالم عليه وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية إليه. الشعب اليمني بحاجة إلى تضامن العلماء والشعوب في العالم الإسلامي وعلى امتداد العالم كي لا يشعر بالغربة والمظلومية أكثر. وحول كلام سيد نصر الله أعود إليك سيد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله وأنت معنا من صنعاء. يعني عندما يقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه بحاجة اليمن إلى دعم سياسي في المنتديات الدولية حتى لا يفرض عليه حل ليس في صالح شعبه، وعندما يحذر من فرض تسوية مجحفة على الشعب اليمني، ماذا نفهم؟ من سيفرض هذا الواقع؟ ولماذا يحذر منه بالتالي السيد نصر الله؟ نعم، هناك خيار واحد وهو يعني هناك رفض عالمي للحرب على اليمن. بدأ هذا الرأي العام يتشكل في عدد من الدول، ليس فقط في الدول العربية والإسلامية وإنما أيضا في الدول العالمية، وهذا شيء طبيعي، ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب نظرا للتعتيم الإعلامي. وأعتقد أن السيد حسن نصر الله قد أشار إلى مسؤولية
العرب والمسلمين في كل الدول العالم للتحرك في هذا الاتجاه، لأنه بالفعل عندما يتشكل رأي عام ضاغط فإنه سيؤثر على قرار الحكومات، خصوصا وأننا نواجه الشعب اليمني الآن يواجه عدو يعني فريد من نوعه. أولا هذا العدو يمتلك أسلحة كبيرة وأيضا تحالف دولي واسع، وبالإضافة إلى ذلك يمتلك قدرة مالية كبيرة لدرجة أنه قادر على شراء قرار من مجلس الأمن. يعني هذا الشيء لم تحصل، يعني لم يحصل في تاريخ مجلس الأمن أن تم اتخاذ قرار يعني بالقوة المالية. طيب يعني أفهم منك وكأنك تبشر يعني سيد محمد وكأنك تبشر أنه سيكون هناك ربما ستفرض تسوية مشحفة على الشعب اليمني أمام هذا الواقع. هل سيفرض مثلا ربما في محادثات جنيف؟ طبعا هناك محاولات إقليمية ودولية لفرض تسوية معينة من الخارج، ولكن طبعا مهما كانت هذه يعني مهما كانت قوة هذه الأطراف الخارجية فإنها لن تستطيع أن تفرض هذه التسوية، لأنها الآن تواجه إرادة شعب ثائر. يعني لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسر إرادة شعب ثائر، خصوصا وأن طبيعة الشعب اليمني هي طبيعة مميزة. فعندما يأتي خصم في الداخل أو في الخارج ويريد أن يفرض إرادته بالقوة السلاح على هذا الشعب، فإن الذي يحصل هو العكس. لذلك يعني الجميع العالمي يشاهد الآن هناك تحالف من 10 دول تمتلك كل أنواع الأسلحة تفرض حصار جائر على الشعب اليمني، ولكن هناك تقدم مستمر ليس فقط داخل الحدود اليمنية وإنما على الحدود مع السعودية. إذن نحن نطمئن كل الشرفاء في العالم والسيد حسن نصر الله وكل والجميع بأن الشعب اليمني سينتصر، ولكن لا يعني هذا أن يتخلى البقية عن مسؤولياتهم، لأننا حريصين على أبناء الأمة العربية والإسلامية بأن يقفوا الموقف الصحيح ولا يقفوا موقف المعتدي أو موقف المتفرج، لأن هذا لا يشرفهم. وبالنسبة لنا كشعب يمني هذا التحدي فرض علينا ونحن سننتصر، والانتصارات قد بدأت وهي مستمرة وستستمر. طيب اليوم ستذهبون إلى أعلنتم مشاركة في جنيف، ستذهبون من سيمثل أنصار الله؟ هل تقومون بالتنسيق مع حزب المؤتمر الوطني من أجل كل ما يجري حتى في أيضا جنيف؟ طبعا من سيمثل أنصار الله هو على رأس فريق وعلى رأسه رئيس المجلس السياسي الأستاذ صالح الصماد، وهناك تنسيق بين كل القوى الرافضة لهذا العدوان، لأنه ليس فقط حزب المؤتمر وإنما هناك أحزاب كثيرة وقوى سياسية كثيرة، والشعب اليمني الآن أيضا تقريبا بكل مكونات السياسية بات يرفض هذا العدوان. حتى الآن يعني تخيلي أنه الآن قيادات الإخوان المسلمين ممثلين بحزب الإصلاح الموجودين الآن في السعودية موقفهم هذا لم يعد يرضي الغالبية الساحقة من 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 القاعدة الشعبية لحزب الإصلاح، لأنها تشعر أنها متضررة. الآن نستطيع أن نقول أن الشعب اليمني قد بات يرفض هذا العدوان، والتنسيق الآن ليس فقط منحصرا بين أنصار الله وحزب المؤتمر وإنما بين مختلف الأحزاب حتى بعض قيادات من حزب الإصلاح وأيضا القواعد الشعبية لهذا الحزب. السيد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله كنت معنا مباشرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الحياة في صنعاء القديمة تتحدى الحرب، فبالرغم من استمرار غارات التحالف السعودي لأن الحياة هناك قادرة على تحدي الحرب والصمود في وجهها. أحمد زبيبة. يزدحم السوق كعادته مع نشاط الحرفيين والباعة، فالحرب تمضي والخسائر تقع والحياة تستمر. هكذا هو الحال في صنعاء القديمة، حيث تدق أجراس الحياة غير مبالية بطبول الحرب على اليمن واليمنيين. رغم القصف الذي يحصل على صنعاء القديمة، الصهيوني الأمريكي جالسين صامدين في حياة ومكافحين رغم القصف، رغم ما يحصل بنا بالنازحين من ضربات من هذا، جالسة الحياة ولا هذا مستمرة.
الحياة ماشية في صنعاء القديمة برغم القص برغم الحصار الاقتصادي، إلا أن الجميع لاحظ وبشكل واضح صمود الشعب اليمني وصبرهم وقوة تحملهم. والحمد لله الناس سارحين جايين في الشوارع، لا بيخافوا من ضائراتهم ولا من عدوانهم المستمر. هؤلاء الجبناء قتلت الأطفاء. تبدو الحياة هنا أقدر على تحدي الحرب والصمود في وجهها، فحالما تهدأ الغارات الجوية التي تقودها السعودية يخرج الآلاف إلى الشوارع للحديث عنها وعن أماكن مدنية استهدفها القصف. احنا والله ما بيضروا الا الاطفال والنساء لا غير، اما احنا خارج الشوارع عندما بيكسفوا ونلاحظ صواريخهم عند تسقط على الارض، والله لا يهزنا شيء منهم. الطائر بتضرب في الجو وهو بيمشي وسط السوق بيشتغل بيتحرك ما بش كان ما بش حاجه، واذا انت بتشاهد انت بعينك كيف السوق عندنا طبيعي عباره عن ما بش ولا اي حاجه. وعلى الرغم من الازمه المعيشيه وانعدام الخدمات وما يترتب على ذلك من وضع انساني صعب، يملك سكان صنعاء القديمة القدرة على التعايش مع ما يحدث بكل صبر وصمود. مع كل إشراقة صباح تستمر الحياة في صنعاء القديمة رغم القصف والدمار، وكأن شيئا لم يكن. حينها نسمع صنعاء تقول نعم للحياة لا للموت. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، لقناة الميادين. في محطة مفصلية جرت عملية تصويت في مختلف أنحاء تركيا لانتخاب برلمان جديد، ويتنافس فيها 20 حزبا إلى جانب عشرات المرشحين المستقلين. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وراء الانتخابات إلى تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، فيما تتجه الأنظار إلى الأصوات التي سيحصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. ويعتبر فوز حزب الشعوب حاسما في تحديد مصير النظام السياسي. كيف كانت الساعات الأولى من الانتخابات مع مفدنا ملح مريع؟ هو مشهد استثنائي في تاريخ الجمهورية التركية قد يمهد لتغيير المعادلة. معادلة صعبة بكل تأكيد في منافسة أصعب تخوضها الأحزاب الرئيسية حشدت لها ما استطاعت من قوة. 4 أحزاب رئيسية دفعت بمؤيديها إلى صناديق الاقتراع، فجاء الناخبون من كل فج عميق حتى لو تطلب الأمر تحدي المستحيل أو طلب العون. الانتخابات واجب وطني وحق نابع من إرادة الشعب، والجميع سيرضخ لهذه الإرادة. نحن نتطلع لمستقبل تركيا الباهر وسندعم الأحزاب التي قدمت مشاريع اقتصادية ملموسة للمواطن. يدرك الناخب التركي أن هذه الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء على الدستور وعلى طبيعة الحكم، فعدم نيل العدالة والتنمية ثلثي الأصوات يعني عدم رضا جماهيري عن النظام الرئاسي الذي يطمح له أردوغان، أما العكس فيعني تفويضا لسلطة مطلقة تدخل تركيا في مرحلة سياسية وربما أمنية جديدة. نحن ننتخب للحرية التي نتطلع لها وسننجح بالوصول لهدفنا رغم السلبيات، والدولة التركية تعتمد على ديناميكية ديمقراطية ونحن نعتمد عليها لتقليل الفوارق بين مواطن وآخر. يدخل حزب الشعوب الديمقراطي هذه الانتخابات عاقدا العزم على الدخول إلى البرلمان، لكن بمغامرة قد تطيح بأمال العدالة والتنمية، ليس فقط بتغيير الدستور إنما بتغليب الصوت الواحد في مفاصل الدولة، فصوت المعارضة إذا اتحدت قد ينافس صوت العدالة والتنمية. أمام استحقاق انتخابي مصيري يقف الناخب التركي اليوم بعين على السياسة وعين على الاقتصاد، فالصوت الواحد قد يغير مسار الحكم من التفرد إلى المشاركة. ملحم ري، اسطنبول، الميادين. ويبقى معنا الزميل ملحم ري، موفد الميادين إلى اسطنبول، خاصة يعني لنسأله ماذا يجري حاليا مع إقفال صناديق الاقتراع. ملحم تفضل. نعم علا، يعني بالطبع كما ذكرتي أقفل صناديق الاقتراع في تمام الساعة 5 قبل حوالي نصف ساعة أو أكثر من الآن، كما هو أيضا ظاهر خلفي على ما يبدو في المشهد. لم تمدد اللجنة العليا للانتخابات عملية الاقتراع، ولكن بدأ فرز الأصوات منذ تقريبا النصف ساعة. حتى الآن تم فرز حوالي 0.4% على ما يبدو أنه ستظهر النتائج الأولية حتى الساعة 10 أو 11 ليلا من هذا اليوم. عفوا، من هذا اليوم ستظهر النتائج الأولية.
في الحقيقة يعني نسب المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات يعني لم تظهر رسميا حتى هذه اللحظة، ولكن من خلال الجولات التي قمنا بها على عدد من المراكز، مراكز الاقتراع هنا منذ ساعات الصباح، لمسنا مشاركة شعبية فاعلة، وعلى ما يبدو ستكون النسب عالية كما درجة العادة هنا في تركيا في كل انتخابات، لا سيما الانتخابات البرلمانية. للحديث عن الانتخابات، عن نتائج الانتخابات، تأثير هذه الانتخابات، معي هنا السيد محمد زاهد جول، وهو محلل سياسي وعضو في حزب العدالة والتنمية. سيد محمد زاهد جول، للحديث عن نتائج هذه الانتخابات، برأيك هل حزب العدالة والتنمية قد يحصل على ثلثي مقاعد البرلمان أم لا؟ هذا ما يطمح إليه حزب العدالة والتنمية، يعني بمعنى أنه منذ 13 سنة حزب العدالة والتنمية متفرد في السلطة ويتحكم عمليا بأغلبية تريحه في البرلمان، سواء في تشكيلة الحكومة أو في استصدار القوانين، وهذا ما سيتحقق بطبيعة الحال في هذه الانتخابات. لكن ما يطمح إليه حزب العدالة والتنمية بطبيعة الحال ليس الأغلبية في البرلمان، الأغلبية المطلقة التي تخوله لتشكيل الحكومة، بل الأغلبية المطلوبة اليوم هو أغلبية تخوله من القيام بطرح دستور جديد للبلاد، وهو ما سنشهده إن شاء الله خلال الساعات القادمة. طيب، ولكن هذا الأمر ربما لن يحصل في حال فاز حزب الشعوب الديمقراطي بالعتبة الانتخابية ودخل إلى البرلمان. حزب العدالة والتنمية هل يراهن على فشل حزب الشعوب الديمقراطي؟ هذا ما يمكن أن يقال بأريحية تامة. يعني حزب الشعوب الديمقراطية الأصل أن لديه قرابة 6% من الأصوات، هذا ما شهدناه عمليا في نسبة التصويت في كل الانتخابات السابقة. حزب الشعوب الديمقراطية طرحا سياسيا جديدا استطاع من خلاله عمليا أن يرفع في نسبة التصويت له، من خلال إظهار وجوه ربما من اليساريين، العلويين، المثليين، حاول أن يجذب أصوات من فئات مجتمعية متعددة مختلفة. الحسم والفصل سيكون للمحافظين والملتزمين الأكراد في هذه الانتخابات، يعني فلذلك نقول أن هذه الانتخابات حقيقة هي الأغرب من نوعها في تاريخ البلاد. ويمكن أن يقال أيضا نقطة مهمة في هذا السياق، بغض النظر عن النتائج التي سنستمع إليها في الساعة 10 أو الساعة 11 من هذا اليوم، أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه الانتخابات أشبه ما تكون بانتخابات مؤقتة لمرحلة انتقالية قادمة في تاريخ البلاد السياسي في تركيا، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية إذا استطاع أن يحقق طموحه في هذا السياق سيطرح بطبيعة الحال الدستور الجديد. عدم وجود المكون الكردي الذي يعني له كتلة تصويتية تقترب من 10%، عدم وجودهم في البرلمان من المؤكد أنه سيحدث خلل في التوازنات السياسية داخل البلاد وخارج البلاد. لهذا السبب سيذهب حزب العدالة والتنمية إلى انتخابات مبكرة بقانون انتخابات جديد لا تكون فيها حاجز 10%، بحيث أنه يكون التمثيل أقوى مما هو عليه الآن في النظام السياسي القائم في تركيا، بحيث أنه يستدخل الأكراد ويستدخل ربما كحزب السعادة الذي له قرابة 2% من الشارع التركي. وإذا لم يحقق حزب العدالة والتنمية بالتالي أيضا ما يريده، سيذهب سيحاول الذهاب إلى نوع من أنواع التحالفات ربما مع حزب الحركة القومية وهو الأقرب في الظاهر، لكن لا أظن أنه سيستطيع ويحقق ما يريد، لأنني أعرف تفاصيل السياسة التركية، لا يوجد لدينا توافقات سياسية على مبادئ عليا بكل أسف. لهذا السبب سيذهب حزب العدالة والتنمية ربما إلى انتخابات مبكرة نهاية عام 2016 وبداية عام 2017 على جميع الأحوال. طيب، في حال فاز حزب الشعوب الديمقراطي سيكون هناك ربما تحالفات كما صرح زعيم الحزب مع الحركة القومية بالرغم من الخلافات التاريخية بين الحزبين، بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري، أي أحزاب المعارضة مع بعضها البعض ستتحالف ضد العدالة والتنمية. كيف سيؤثر هذا الموضوع على العدالة والتنمية وعلى السياسة الداخلية في تركيا؟ أنا قناعتي الشخصية، هذا الكلام الذي كان يطرح قبل الانتخابات، قبل يوم الانتخابات تحديدا، كان هدفه الأساسي هو رفع المعنويات لدى الناخب المعارض، ليس أكثر ولا أقل. بالحسابات الرقمية وبالحسابات المنطقية في السياسة التركية لا يمكن أن يتحقق مثل هذا التحالف ابتداء. ثانيا، حزب العدالة والتنمية لن تقل عن أصواته في أسوأ الأحوال،
يعني لو فرضنا أنه سيأخذ قرابة يعني في الوقت الراهن حتى لو نجح حزب الشعوب الديمقراطية، أنا أظن أن حزب العدالة والتنمية لن تقل عدد نوابه عن 300، فلذلك لا يمكن أن يتم تحالف أمام 300 نائب في البرلمان، يعني رقميا هذا الكلام غير ممكن وغير متوقع. الأمر الآخر، حزب لا شك أننا سنشهد إذا نجح حزب الشعوب الديمقراطية وتخطى الحاجز الانتخابي، لا شك أننا سنشهد بعد 13 سنة معارضة برلمانية مختلفة عما كانت عليه الأمور قبل في هذه 13 سنة، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية اعتاد على معارضة حزب الشعب الجمهوري واعتاد على معارضة حزب لا شك أنها ستكون معارضة أقوى وسيكون لها صوت مختلف عما كانت عليه الأمور في السابق. يعني بمعنى أن حزب العدالة والتنمية سيتمكن بأغلبية مريحة من تشكيل الحكومة وما إلى ذلك، لكن المعارضة لن تكون تلك المعارضة التي اعتدنا عليها خلال 13 سنة. طيب، في موضوع السياسة الخارجية، حقيقة حاول حزب الشعب الجمهوري تحديدا بالإضافة إلى الحركة القومية تسليط الضوء على مسألة اللاجئين السوريين وتدخل الحكومة حكومة العدالة والتنمية في أزمات المنطقة، لا سيما الأزمة السورية. ما مدى تأثير هذا الأمر على رأي الناخب التركي؟ ابتداء أنا قناعتي الشخصية، السياسة الخارجية بالنسبة لتركيا لم تكن يوما من الأيام الشغل الشاغل للناخب التركي ابتداء هذا الكلام، بسبب أن أصلا الدولة التركية لم تكن لها سياسة خارجية ليتم الحديث عنها في ساحات الانتخابية التي شهدتها البلاد، وهي 24 انتخابات سابقة نيابية. الجديد في الموضوع أن تركيا أصبح لها كلمة في الإقليم في الساحة الدولية، وأصبح نسبيا ولا أقول بشكل عام السياسة الخارجية تهم الناخب التركي المثقف، وأصبحنا نشاهد نوع من أنواع الجدل في الساحات الانتخابية لأول مرة، يتم فيها الحديث عن الموضوع السوري، يتم فيها الحديث عن هوية القدس، يتم فيها الحديث عن سياسات يعني عن سياسات إقليمية وخارجية متعددة مختلفة، لكن لا أظن أنه مؤثر رئيسي في هذا السياق. بالنسبة للتصريحات المعارضة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، قناعتي الشخصية أن سياسات الحكومة التركية فيما يتعلق فقط في موضوع اللاجئين، لا أقول المسألة السورية بشكل عام ولا أقول في تعامل الحكومة التركية الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية مع مسألة المعارضة السورية، وإنما أتحدث عن مسألة اللاجئين، أظن أنها سياسة دولة ولن يتغير حتى لو كان حزب الشعب الجمهوري في الحكم، لن يتغير الشيء الكثير فيما يتعلق باللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية. شكرا جزيلا لك. على كل حال، يعني موضوع اللاجئين السوريين له شق اقتصادي كبير فيما يتعلق بفرص العمل والبطالة الحاصلة حاليا في تركيا. شكرا جزيلا لك السيد محمد زاهد جل، المحلل السياسي وعضو في حزب العدالة والتنمية. عودة إليك علا. ملحم، شكرا جزيلا لك وطبعا ولضيفك، كنتما معنا من اسطنبول. كيف ستكون الخارطة السياسية وماذا ستكون تداعياتها في حال فوز حزب العدالة والتنمية بثلثي المقاعد أو فشله في الحصول عليها؟ نعرف مع أحمد عبدالله. أهلا بكم. منذ انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا عبر الاقتراع الشعبي المباشر في آب أغسطس من العام الماضي، ركز حزب العدالة والتنمية جهوده على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. لذلك فإن أكبر التحديات بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الحالية لا تكمن في الفوز أو الخسارة، وإنما في مدى قدرته على الفوز ب 367 مقعدا من أصل 550 حتى يكون مؤهلا لإرساء دستور جديد ولتغيير النظام السياسي للبلاد. وللمفارقة، فأن الخطر الحقيقي على حظوظ حزب العدالة والتنمية في تحقيق هدفه لن يأتي من المعارضة التقليدية كحزب الشعب الجمهوري والحزب القومي، وإنما من حزب الشعوب الديمقراطية الكردية. تقليديا كان المرشحون الأكراد يتقدمون إلى الانتخابات البرلمانية بنحو فردي كمستقلين، لأن أي حزب سياسي سيحتاج وفق القانون إلى 10% من أصوات الناخبين لدخول البرلمان.
اليوم، وللمرة الأولى يخوض الأكراد الانتخابات تحت يافطة حزب الشعوب الديمقراطية بهدف الحصول على 10% من الأصوات ستؤخذ بطبيعة الحال من مقاعد حزب العدالة والتنمية. وفي حال نجاح حزب الشعوب الديمقراطية في تحقيق هدفه، وهو ما تدفعه باتجاه أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، لن تقتصر خسارة العدالة والتنمية على تعطل مشروع 367 مقعدا ومشروع الدستور الجديد، وإنما ستتمثل في وجود 3 أحزاب معارضة داخل البرلمان تعطل كل مشاريع الحزب طيلة السنوات الأربع المقبلة. وهكذا تكون الانتخابات التشريعية في تركيا أمام أرقام صعبة، أولها 367، وهو الرقم الذي سيزيل كل القيود التشريعية من أمام مشاريع الحزب الحاكم طيلة السنوات الأربع القادمة، وثانيها هو رقم 10 الذي سيشتت البرلمان التركي ما بين حزب حاكم يمتلك أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومات ولا تمكنه من الحكم، وما بين 3 أحزاب معارضة، أولها جمهوري وثانيها قومي تركي وثالثها قومي كردي. وقبل ختام هذه النشرة مشاهدينا، ننتقل وإياكم لمتابعة هذه الصور لعملية فرز الأصوات بعد إقفال صناديق الاقتراع. إذن صناديق الاقتراع أغلقت وبدأت عملية فرز الأصوات. إلى الماضي الحاضر.